شوف بلادي يدعوكم لاكتشاف 30 موقع سياحي خلاب بمنطقة سوس مسا. من سوس مسا مرحبا بكم شاطئ مدينة أكادير. رحلة اليوم غادي ندوزوها في لابلاج وغادي نتعرفوا من خلالها على أهم الرياضات المائية اللي كتمارس هنا، فاجيو معي. كيف توصلوا لهنا؟ أكثر حاجة غادي تثير انتباهكم هو شاطئ أكادير اللي كيتوج كل عام باللواء الأزرق، كيمتد على مساحة 7 كيلومتر، وأجمل ما فيه رماله الذهبية الاستثنائية، وحتى الشميشة كاينة تقريبا على طول العام. وإلا كتعجبكم الرياضات المائية عندكم الاختيار ما بين مجموعة من الأنشطة بحال الجيتسكي، الفلاي بورد، والكيت سيرف، وحتى من البودي بورد اللي تقدروا ديروه ابتداء من 200 درهم للساعة. تساليو ما كاين ما احسن من المساريه في لاكورنيش اللي كتمتد على طول 5 كيلومتر واللي مجهزه بمجموعه من المقاهي، مطاعم ومحلات تجاريه اللي كترضيك على الاذواق. جهه سوس مسا كلها مغامرات، خاصكم ولا بد تزوروها منطقه بمنطقه. رحلتنا وصلت لنهايتها واخا ما سخيتش بها، ولكن نتلاقاكم قريب في جهه اخرى منشوف بلادي. السلام عليكم. شوف بلادي قدم لكم من طرف المجلس الجهوي سوس مسا والمجلس الجهوي للسياحة بأكادير.